أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لا زال كلامنا في باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة من كتاب الكافي الشريف. الحديث 18 من أحاديث هذا الباب حول الحسين ابن علي ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب الشهيد بفخ، وبيان حوار دار بينه وبين الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. الحديث: حدثنا عبد الله ابن المفضل مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: لما خرج الحسين بن علي المقتول بفخ واحتوى على المدينة، دعا موسى بن جعفر إلى البيعة، فأتاه فقال له: يا ابن عم، لا تكلفني ما كلف ابن عمك أبا عبد الله، فيخرج مني ما لا أريد كما خرج من أبي عبد الله ما لم يكن يريد. فقال له الحسين: إنما عرضت عليك أمرا، فإن أردته دخلت فيه، وإن كرهته لم أحملك عليه، والله المستعان. ثم ودعه، فقال له أبو الحسن موسى بن جعفر حين ودعه: يا ابن عم، إنك مقتول، فأجد الضراب، فإن القوم فساق يظهرون إيمانا ويسترون شركا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أحتسبكم عند الله من عصبة. ثم خرج الحسين، وكان من أمره ما كان، قتلوا كلهم كما قال عليه السلام. قضية الحسين ابن علي المقتول بفخ هذه من القضايا التي تعتبر من جرائم بني العباس تجاه الذرية الطيبة من آل رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين ابن علي الشهيد بفخ من ذرية الإمام الحسن، ونسبه الحسين ابن علي ابن الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن ابن الإمام علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وكان رجلا ورعا عالما عابدا. وفي مقاتل الطالبيين أنه كان سبب خروجه أن موسى الهادي رابع سلاطين بني العباس هذا استولى على السلطة بعد أبيه محمد المهدي. أول سلاطين بني العباس السفاح، ومن بعده المنصور، ومن بعد المنصور ابنه الذي لقبه بالمهدي، ومن بعده موسى الذي لقب بالهادي ولم يكن هاديا، وهو ابن المهدي. حكم أشهر قليلة، وفي هذه الأشهر القليلة ارتكب هذه الجريمة النكراء. موسى الهادي السلطان العباسي ولى على المدينة رجلا وهو إسحاق ابن عيسى ابن علي، لعله من بني عمومته. وإسحاق والي المدينة استخلف عليها رجلا يدعى بعبد العزيز ابن عبد الله، وكان من ذرية عمر بن الخطاب. هذا عبد العزيز ابن عبد الله كان ناصبيا، وكان يؤذي بني الحسن بالخصوص إيذاء غير طبيعي. أولا أفرط في التحامل عليهم، وطالبهم كل يوم بالعرض، يعني يعرضوا أنفسهم على حكام. مثل الآن مثلا بعض الأشخاص كل يوم لازم يروح للمخفر يوقع، مثلا أكو بعض الأشخاص في بعض الدول يبعدون إلى مدينة أخرى، وحتى يعلمون بأن هذا موجود في هذه المدينة كل يوم لازم يروح إلى مركز الشرطة مثلا ويوقع حتى يعلموا بأنه موجود. زين، هذا خليفة والي المدينة اللي هو عبد العزيز أمرهم بأن يأتوا في كل يوم في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعرضوا أنفسهم. وبعدين جعل على كل واحد كفيلا، حتى إذا ذاك ما إجا يأذي الكفيل، يعني هكذا اضطرهم إلى الحضور. في أوائل الحج عندما قرب الحج 70 واحد من الشيعة قدموا إلى المدينة قاصدين الحج، فالتقوا بالحسين ابن علي الشهيد بفخ، فبلغ ذلك العمري. 70 واحد من الشيعة التقوا بالحسين، أمر طبيعي، يعني حجاج جايين يردون يشوفون ناس من الذرية الطيبة، لكن من باب الخائن خائف، ومن باب أن هذا الرجل كان يريد أن يغيظهم. قال لهم يوم الجمعة تجون. عرضوا أنفسهم يوم الجمعة صباحا مبكرا، فلم يأذن لهم في الانصراف، بقوا إلى أن الناس اجتمعوا في المسجد لصلاة الجمعة، صارت وقت الصلاة. ذولا فقط هل قد حصلوا فرصة أن يذهبوا خارج المسجد يجددوا وضوءهم ويرجعوا للصلاة. ثم بقاهم إلى العصر، شوف من الصبح جاي لا متريق لا متغدي، لا أذن لأن يطلع يقضي حاجة إلا في وقت الصلاة، دقائق معدودة يتوضأ يرجع لكي يصلي. فهذا أغاظهم جدا، هذا الذل وهوان لهم. واحد منهم ما كان غايب، هذا العمري حدد الذين كفلوه، إذا ما تجيبوه لأفعلن كذا وكذا وكذا، لأحبسنكما. وبعدين هدد الحسين بالقتل. هنا وصل الأمر إلى إذلال شديد وإلى التهديد بالقتل. ذولا بعد ما تحملوا. طبعا كلام طويل دار بينه وبينهم، فاجتمع 26 رجلا من ولد علي عليه الصلاة والسلام من ذرية أمير المؤمنين علي، و10 من الحجاج، صاروا 36، ومجموعة من الموالي. فلما أذن الصبح ثاروا، جاءوا للمسجد، أمروا المؤذن أن يؤذن بحي على خير العمل، لأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان المؤذن يؤذن بحي على خير العمل في الأذان. في زمن عمر بن الخطاب قال بأن هذه الكلمة تثبط الناس عن الجهاد، فأمر بإلغائها من الأذان، فألغيت هذه الكلمة من الأذان. فلما استولى الحسين ابن علي ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب على المسجد، أمر المؤذن أن يؤذن بحي على خير العمل. هذا العمري في بيته سمع الأذان بحي على خير العمل فأحس بالشر وولى هاربا. وذلك أكو أشخاص عندما السلطة بيده والسيف بيده والحكومة وياه يصير يتنمر على الضعفاء، لكن بمجرد أن تنتزع منه السلطة تشوفك قطة مثل بزونة، بدل ما يثبت أنت الآن الحاكم مخليك خليفة له على المدينة، لازم تحفظ المدينة. بمجرد أن سمع حي على خير العمل شرد من المدينة. وهكذا داب كثير من الطغاة، عندما السلطة بيدهم يتنمرون على الشعب، انزع السلطة منهم تشوفهم من أجبن خلق الله. شفنا صدام 25 سنة مسيطر على رقاب الناس ونكل بهم أشد تنكيل، لكن لما بدأ الحرب مع الأمريكان صار كالفأر في جحر وأخرجوه من الجحر، بدل أن يقاتل ببسالة صار من أجبن الجبناء. على كل حال فاستولوا على المدينة. بعد استيلائهم على المدينة صار حوار بين الإمام الكاظم وبين الحسين ابن علي، اللي الآن نقرأ في هذا الحديث الشريف اللي هو يرتبط بهذا الباب. وبعد ذلك الحسين ابن علي خرج هو ومن معه إلى مكة، وصلوا إلى منطقة تسمى فخ، هي على بعد فرسخ من مكة. طبعا الآن في هذا العصر مكة توسعت، فهذه المنطقة اللي هي فخ صايرة جزء من مكة. ذولا وصلوا إلى منطقة فخ فتلقتهم جيوش بني العباس وحدث قتال بينهم. تقريبا جيش الحسين ابن علي ابن الحسن كانوا تقريبا 300 شخص، فقتلوا جميعا وحملت رؤوسهم إلى موسى الهادي السلطان العباسي، وأيضا أسر من معهم من النساء، فحملوا النسوة أيضا إلى موسى الهادي. يعني هي قضية من بعض الجهات تشبه قضية كربلاء. هو الشهيد اسمه الحسين ابن علي وهو قتل، وأخته زينب بنت علي أسرت. فلما جيء بالأسرى والرؤوس إلى موسى الهادي أمر بقتل جميع الأسرى، النساء الأطفال، ثم أمر أن فرشت البسط على جثامينهم وهي تضطرب، ثم أمر فمدت المائدة وجلسوا على هذه البسط اللي هي على أجساد هؤلاء الشهداء وتناولوا الطعام. ثم موسى الهادي قال إنه لم يخرج إلا برأي موسى بن جعفر، مع أن الإمام الكاظم لم يخرج معه ولم يبايعه. وحلف بأنه يقتل الإمام الكاظم. فالإمام الكاظم دعا بدعاء الجوشن الصغير. دعاء الجوشن الصغير موجود في كتاب مفاتيح الجنان وفي كتاب الدعاء والزيارة. هذا الدعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام موسى بن جعفر في المنام. وطبعا رؤيا المعصومين مو مثل رؤيانا مختلط، اختلط فيها أضغاث وأحلام بالرؤيا الصادقة، لذا رؤيانا مو حجة، مناماتنا مو حجة، أما منامات المعصومين حجة لأنها رؤيا صادقة دائما. فالإمام تلا دعاء الجوشن الصغير فقسم الله سبحانه وتعالى ملك موسى الهادي. هو شاب كان بالعشرينات من عمره، كانت له جاريتان تتنافسان، لأن القصور عادة هي مكان المؤامرات، مختلف أنواع المؤامرات. فإحدى الجاريتين أخذت تفاحة وسمتها وجعلتها في غرفة الجارية الأخرى حتى الجارية الأخرى تأكل هذه التفاحة وتموت ويتخلصون منها، تتخلص منها من ضرتها. فجاء موسى الهادي إلى غرفة هذه الجارية فرأى التفاحة فهو أكل هذه التفاحة فمات بأثر ذلك، وخلفه بعده أخوه هارون العباسي، معروف هارون اللارشيد. على كل حال قائد الجيش العباسي كان يسمى بسليمان. هذا سليمان محمد ابن سليمان هو من بني عباس أيضا. هذا الشخص حينما حضرته الوفاة رادوا يلقنوه الشهادتين، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، حتى يجدد عهده بالشهادتين ويموت مع الشهادتين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكنه كان يردد هذا البيت، ألا ليت أمي لم تلدني ولم أكن لقيت حسينا يوم فخ ولا الحسن. وردد هذا البيت، ألا ليت أمي لم تلدني ولم أكن لقيت حسينا يوم فخ ولا الحسن، إلى أن مات. هذا محمد ابن سليمان العباسي قاتل الحسين ابن علي الشهيد بفخ وسائر الشهداء. هسه هذه مجمل قضية شهداء فخ. أما هذا الحديث الشريف يقول لما خرج الحسين ابن علي المقتول بفخ واحتوى على المدينة، يعني استولى عليها، دعا موسى بن جعفر إلى البيعة. طلب الإمام الكاظم وقال له أنا خرجت فبايعني. فأتاه فقال له يا ابن عم لا تكلفني ما كلف ابن عمك أبا عبد الله. لا تكرر القضية اللي صارت بين محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن مع الإمام الصادق التي ذكرناها في ليلة أمس. الإمام الصادق لم يبايع فحبس وصودرت داره. أنت لا تكلفني البيعة، أنا ما راح أبايعك، وإذا كلفتني أنا ما راح أبايعك، وأنت تضطر أنه تتعامل معي بالخشونة، وهذا إلك مو زين لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا تكلفني ما كلف ابن عمك أبا عبد الله، فيخرج مني ما لا أريد كما خرج من أبي عبد الله ما لم يكن يريد. الإمام الصادق هو من الأول كما ذكرنا في الحلقة الماضية قال له محمد بن عبد الله ولأبي عبد الله ابن الحسن ابن الحسن أنه أنتم تركوني، أنا جالس في بيتي. أصروا علي أن تعال بايع، الإمام رفض فاضطروا أن يحبسوه. طبعا ما اضطروا وإنما كان عملا غير صحيح، حبسوه وصادروا داره. أنت هم اتركني، فقال له الحسين: الحسين لا كان إنسانا ورعا، إنما عرضت عليك أمرا فإن أردته دخلت فيه، وإن كرهته لم أحملك عليه، والله المستعان. أنا جيت أخيرك، أعرض عليك، تريد حي الله، ما تريد أهلا وسهلا. ثم ودعه، تفضل أهلا وسهلا. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في هذه الحال نصح الحسين ابن علي ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن، نصحه. فقال أبو الحسن موسى بن جعفر حين ودعه: يا ابن عم، إنك مقتول. السلطة العباسية إمبراطورية، طرف منها في المغرب، طرف آخر في حدود الصين، ويمتلكون العدد والعدة والمال والرجال. أنتم مجموعة قليلة، يعني أقصى حد وصلوا 300 شخص. إنك مقتول، فأجد الضراب أو أجد الضراب، إما من الوجادة إما من الإجادة، يعني أنت مقتول. ما دام أنت مقتول اقتل بعز لا بذل، ولا تعتمد عليهم. يعرضون عليك الأمان وهم فساق يغدرون، ما عندهم من الشهامة والرجولة شيئا. لذلك أنت قاتل إلى أن تقتل، بعز تقتل. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، كما يقول المتنبي. هسه ظالم يريد يقتلك وأنت تعلم بأنك مقتول، ليش تخنع؟ ليش تتوسل بي؟ لا، بكرامة موت. يا ابن عم، إنك مقتول فأجد الضراب، فإن القوم فساق يظهرون إيمانا ويسترون شركا. يعني يقول أنا مسلم بس هو مشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو رجل طالب سلطة، إذا يقول أنا خليفة رسول الله، وإذا يجي للمسجد يصلي كإمام جماعة ويخطب في الجمعة، هذا لأن هاي وسائل السلطة صايرة. هو ما يعتقد بالرسول. هاي مثل قضية معاوية ابن أبي سفيان، كان يحضر في الصلاة ويصلي جماعة ويخطب يوم الجمعة، لكن لصاحبه المغيرة ابن شعبة عندما سمع صوت الأذان قال: لا والله إلا دفنا دفنا، لا والله إلا سحقا سحقا. كان يريد أن يمحي اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، بس ما كان يقدر، ما يقدر. يقول زين هسه احنا نظهر هكذا كان نفاقا الإسلام، لكن من الداخل نحاول أن نخر في جذور الإسلام. ولذا شوف عندما سب أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام على المنابر، هذا هو في الواقع كان يريد يسب الرسول صلى الله عليه وآله، بس ما يقدر، عنده أحقاد بدر وأحد وحنين وغيرها، لأن قتل جده وخاله وأخوه بيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بأمر الرسول. القوم فساق يظهرون إيمانا ويسترون شركا. بعدين هم ما عندهم رجولة، أكو كافر لكنه رجل، لكنه فتى، إلى رجولة إلى فتوة. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء قال لهم: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. احنا نقرأ في كتب التواريخ وكتب الأدب بعض قضايا ناس من المشركين من العرب الجاهليين قبل الإسلام كانوا مشركين، مثل حاتم الطائي، لكن كان إنسانا كريما جوادا، يضرب به المثل في الفتوة والرجولة والشجاعة. صحيح هو مشرك لكنه كان شريفا. هسه إذا أنت ما لك دين، أقلا تكون حر في دنياك، كن شريف، وهذا الشرف ينفعه في الآخرة أيضا. بعض المفسرين ذكروا أن حاتم الطائي مات قبل الإسلام ومات مشركا، لكن لكرمه ولجوده ولسجاياه التي يحبها الله سبحانه وتعالى هو في جهنم، لكن لا يحترق في نار جهنم. يعني الله سبحانه وتعالى جزاء لخصاله الحميدة ما يعذب بنار جهنم. صحيح هناك محبوس لشركه، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، المشرك مأواه النار في جهنم، لكن لأنه حر في دنياه الله سبحانه وتعالى مخفف عنه. على كل حال فإن القوم فساق يظهرون إيمانا ويسترون شركا وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحتسبكم عند الله من عصبة، أحتسبكم عند الله يعني أطلب الأجر من الله في مصيبتكم. أبناء عمومته هكذا يجزرون، وهذا الدليل على حسن إيمان وعمل الحسين ابن علي ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن. أحتسبكم عند الله من عصبة، العصبة بمعنى الجماعة، وهي عادة بين 10 إلى 15 أو بين 10 و40. في سورة يوسف إخوة يوسف ماذا قالوا؟ ونحن عصبة، كانوا 10 أشخاص. أحتسبكم عند الله من عصبة. ثم خرج الحسين، الحسين ابن علي ابن الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المجتبى ابن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ثم خرج الحسين وكان من أمره ما كان، يعني القضية معروفة، قتل في فخ، والآن قبورهم موجودة في فخ، لكن مثل البقيع شلون الوهابيون هدموا القبور في البقيع، كذلك هدموا القبور في فخ. وكان من أمره ما كان، قتلوا كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا الإمام الكاظم من أين يعلم؟ يعلم بإخبار أبيه عن جده عن رسول الله عن جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى. ووالي أناس قولهم وحديثهم، روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعقيدة الصحيحة وللعمل السليم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.